بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين اينما كنتم في المواجهه الختاميه لهذا اليوم بين المارد الاخضر نادي الوحدات امام نادي عمان اف سي. انطلاقه وحدتيه على الجهه اليمنى، هذا هو الخطير الذي يحاول الدخول، ولكن هناك مسك محمود المحسيري تسديده، ولكنها ترتطم في حائط الصد وتذهب بدورها الى ركله مرمى لنادي عمان اف سي. التغطيه الدفاعيه بركله ركنيه نفذت ورأسيه والابعاد عبر حمود السيف. هنا هذا هو ليث تسديده، ليث سلامه حاول مباغته شباك الحارس اليمان عباس، تلعب الان راسيه، ولكن هذه المره راسيه علي حسن مرت بسلام، عكسيه زادت بشات فيها جول. حمود سيف ياتي بهدف اول، حمود سيف خطير مكير مهاري فنان لعيب جميل، حاضر بقوه، حاضر من المباراه الماضيه، حاضر بالتسديد، حاضر بالتمركز، حاضر بالاداء، وياتي بهدف لعمان اف سي على حساب الوحدات. من هذه العلامة ومن هذا الخطأ تنفذ جميلة خطيرة. اوه 2-3 عمر الشرقي يلعب كرة عكسية، صبحي حسين فيها جول، فيها جول، فيها تسديدة، ولكن هل يمان عباس، هل يمان تقطع من امام صبحي حسين، وهكذا يعلن الحكم عن نهايه الفتره الاولى بتقدم نادي عمان اف سي على حساب نادي الوحدات بهدف مقابل لا شيء. لا تهدف بعيدا، سوف يكون لدينا صوت ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين في الشوط الثاني من مجريات هذا اللقاء. علي حسن تسديده من علي حسن ولكنها بعيده وتذهب بدورها. صبحي حسين، علي حسن، علي، علي، ممتاز، علي، علي، يا سلام يا سلام يا سلام، وهناك خطأ، هناك خطأ، عبد الله غزال تسديدة، يا إلهي، سيف عاشوري قطعت عبر صبحي حسين، تسديدة أخرى ولكن الحارس يبدع، ولكن هنا الانطلاقة، هجمة مرتدة، فيها دخول، فيها دخول، دخل بها وانطلق وجاء، جاء بطاقة حمراء بحق الحارس، بطاقة حمراء بحق الحارس بعد التدخل العنيف. عمان اف سي رأسية فيصل حجازي مرت بسلام، فيصل حجازي يحاول التسديد، تسديدة وإبعاد من قبل حارس المرمى. الوحدات يخرج من البطولة ويودع البطولة ويتأهل عمان اف سي رفقة نادي اليرموك من هذه المجموعة إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأردن لشباب كرة القدم